الجلال والجمال والسناء والبهاء في رضا في رضا والحياة والنجاة والهناء والنجاة في هوا في هوا هل أرى هل أرى سالما غلاما وغالبا مكرما سالما شرفنا اليوم بزيارة الإعلام التربوي ضمن برنامج يوم في مدرستنا، وتم حضور التجمع الصباحي والرياضة الصباحية وكذلك زيارة الصفوف لمتابعة العملية التربوية وكذلك الاطلاع على سير العملية التربوية وحضور فعاليات لتلميذات الصف الثاني وكذلك لجميع الصفوف. من مبرنا هذا نوجه أولياء الأمور لمتابعة تلميذاتنا في تحضير الواجبات والدروس وكذلك متابعة الالتزام بالدوام الرسمي والالتزام بالحضور حسب الوقت. صبا مظفر يونس مديرة مدرسة أسامة بن زيد للبنات.